مهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين والتجاره الداخليه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ سامر، مساء الخير على مشاهدينك الكرام، وكل سنه وحضرتك والشعب المصري بخير ان شاء الله. ان شاء الله وحضرتك بالف خير والمصريين في هنا وسعاده. طمني الاول، كلامنا انا قلته ده مظبوط ولا في تغيير؟ لا، كلام سيادتك كان مظبوط جدا جدا، وحضرتك متابع جيد جدا ان شاء الله. وزاره التموين استعدت، لان عارف ان احنا مستعدين من 3 شهور فاتهم عشان معارض اهل رمضان، ويعتبر دي النسخه 7 السنه دي اللي نجحت فيها وزاره التموين والتجاره الداخليه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيه في معارض اهل رمضان وارضاء المواطن المصري. وزي ما حضرتك اشرت، لازم المواطن المصري هيكون مبسوط معانا السنه دي وبنفس الاسعار ما قبل هذه الظروف زي ما حضرتك اشرت، بل ممكن يكون في تخفيضات هناك كمان اكتر واكتر ان شاء الله، لان معالي وزير التموين والتجاره الداخليه قعد مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجاريه المشتركه معانا والمنافس المشتركه معانا، وجاب الخصومات من اعلى الهرم اللي هي من 20 ل 25% لتصل الى المستهلك وتكون بالاسعار بنفس اسعار الجمله او ما قبل هذه الازمه. ممتاز. ان شاء الله المعرض الرئيسي هيبدا يوم 24 مارس وينتهي 1 ابريل بارض المعارض، وده المعرض تحت رعايه دوله رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير التموين والتجاره الداخليه، معالي وزير التجاره والصناعه واتحاد الغرف التجاريه. هيتزامن مع هذا المعرض معرض بكل محافظه حسب اتفاق مع معالي الوزير وجميع الساده المحافظين، زائد المعارض المركزيه اللي في المحافظات في كل محافظه. يمكن هنبدا ان شاء الله عشان هذه الظروف تمد، يعني بدء مقدما شويه، ان الشوادر هتبدا من يوم 15 ان شاء الله، عشان برضه يكون المواطن المصري يقدر يحصل على احتياجاته بالتخفيضات مسبقا لمنع زياده. كما ضخت وزاره التموين بخطه عاجله بضخ كميات كبيره من اللحوم ومن السلع الاستيراديه في المجمعات الاستهلاكيه التابعه لها التي تمثل 1300 فرع على مستوى الجمهوريه، سواء في وجه البحري الشركه العامه لتجاره الجمله بنافذه دلتا ماركت، او الشركه المصريه لتجاره الجمله في وجه ابلي اللي هي المصريه ماركت، والقاهره الكبرى فيها النيل والاهرام واسكندريه فيها الاسكندريه، بضخ كميات كبيره بتخفيضات من 20 ل 25% من السلع الاستراتيجيه اللي حضرتك اشرت عليها من الرز والسكر والدقيق والمكرونه والصلصه. طيب يعني باشمهندس والبلح. بالراحة عليا يا باشا حسين، انت قلت ايتمز كتيرة جدا جدا. انتوا قلت ان انتوا ضخيتوا لحمة في المجمعات. مجمعات اللحمة ب 95 جنيه ولا زيادة جنيه، مجمعات في لحمة سوداني طازجة ب 95 جنيه. طيب ماشي تمام، يعني دلوقتي واحنا بنتكلم في لحمة في المجمعات؟ أنا بقول لسيادتك في لحمة في المجمعات ب 95 جنيه في جميع أصناع المجمعات الموجودة مذبوحة في مصر هنا وبجودة عالية جدا، وب 95 جنيه ما زادتش ولا جنيه ولا للدوله ولا للمجمعات. دي نوعها ايه اللحمه دي؟ اللحمه دي سوداني، عجول سودانيه مستورده تم الاتفاق معاها لمده سنتين ومذبوحه في مصر، وبيتم عرضها في المجمعات الاستهلاكيه وذات جوده عاليه ونفس مواصفات اللحوم المصريه. 95 جنيه كيلو اللحمه في المجمعات دلوقتي في كل المحافظات. في كل المحافظات يا فندم. تمام، معرض اهلا رمضان هيبدا يوم 24 مارس في ارض المعارض هنا في القاهره، وفي نفس التوقيت في كل محافظه من محافظات الجمهوريه. وفي 160 شادر هيقاموا يوم 15 على مستوى الجمهوريه في المناطق الاكثر. فهمني في الفرق ما بين الشادر والمعرض. المعرض ده يبقى معرض ده خاص بالمركز والقائم فيه هتكون الدوله قايمه فيه، انما الشادر دي في المناطق اللي هي اقل ما اكثر احتياجا شويه وممنوع وصول العربات او ممنوع وصولها تبقى صعب فيها او ما فيش مناطق. هيكون فيها شادر يتم عرض فيه هذه السلع الاستراتيجيه بنفس التخفيضات، لتصل هذه التخفيضات من اسوان الى اسكندريه لاي محافظه لنجع الى قريه بنفس الاسعار وبنفس المواصفات وبنفس الاوزان. يعني الشوادر في القرى والمدن الصغيره من يوم 15 مارس. من يوم 15 وفي المراكز والمدن الكبيره من يوم 24 مارس معرض اهل رمضان. مع رمضان. على شاكلته في كل المحافظات. ويتم الدفع ب 200 قافله سيارات متنقله برضه في المناطق الاكثر احتياجا لتوصيل هذه السلع برضه بنفس المواصفات وبنفس الجوده، بجانب 1300 مجمع استهلاكي، بجانب 1250 سوبر ماركت من السلاسل التجاريه، و500 فرع جمعيتي. هذه السلاسل هتكون بوضع جزء من المهايبر او السوبر ماركت اسمه معرض اهل رمضان، هيحط فيه السلع الاستراتيجيه اللي تحدثنا عنها بنفس الخصومات. هو مش لهذا السوبر ماركت واخد الخصومات بناء على توجيهات من معالي الوزير واتفاق مع الشركات والمنتجين والمستوردين لتكون هناك تخفيضات حقيقيه وبنفس سعر الجمله ما قبل هذه الجائحه. ازاي باشمهندس ازاي هيعملها؟ نعم. دي ازاي هيعملها؟ يعني الهايبر الكبير ولا السوبر ماركت الكبير هيبقى حاطط؟ بالراحه عليا يا باشمهندس اسال. حاضر ماشي يا استاذ، مع حضرتك اسال بس يا فندم.
يعني دلوقتي السوبر ماركت الكبير يبقى جايب رف او قسم كده كاتب عليه اهلا رمضان وحاطط فيه ازازه الزئ بالراحه يا باشمهندس اسال. حصل مع حضرتك مع حضرتك مع حضرتك مع حضرتك. وانت حاجز مده ولا مدتين؟ لا مع حضرتك يا فندم. طيب مع تمام. حضرتك اتكلم؟ اتكلم اتفضل. طيب معرض حاطط كده قسم اسمه اهلا رمضان حاطط فيه ازازه الزيت بالتخفيضات اللي قلنا عليها مثلا ب 10 جنيه والرف تمام. اللي جنبه ازازه الزيت هي بره المعرض اهلا رمضان هيبيعها ب 14 جنيه؟ هقول لسيادتك يا فندم ازاي وصلت ده. احنا اتفقنا وده مش اول سنه تحصل ان كل هايبر كبير مثلا هنقول هايبر فلاني او سوبر ماركت او سلسله فلانيه في سلع احنا متفقين 14 سلعه الدي والزيت والرز والسكر يعني مثال بسيط قوي الصلصه ب 340 جرام هتعرض بخمسه قروش في جميع انواع الفروع يبقى هي وزنها 350 جرام وشركات كذا. تم الاتفاق ان الشركات دي هتورد لهذه السلاسل وهتعمل جزء لو كان سوبر ماركت بتاعه 240 متر هيعمل 60 متر لمعرض اهل رمضان فيها زيت تلعب بتخفيضات ويحط البانر بتاع اهل رمضان تحت رعايه دوله رئيس مجلس الوزراء ووزاره التموين وده مش اول سنه يحصل احنا دي النسخه السابعه السنه. أيوة دي انا بسال سؤال عملتوها ازاي يعني بيعملوها ازاي يبيع نفس السلعه في الرف ده اهلا رمضان بالتخفيض وفي الرف ده بره اهلا رمضان بالغلا. ما هو يا فندم نوع زيت معين متفقين مع شركات معينه بسعر معين بسعر معين هياخد ده انما الاصناف الثانيه بقى اللي فيه بقى اما انت عارف الزيت انواع وشركات ممكن الشركات الثانيه ما عملتش تخفيض لانها مش مشتركه معانا هيعرض الشركات الثانيه بالاسعار الثانيه انما الجزء بتاع اهل رمضان هيتحط فيه السلع بتاعتنا اللي متفق عليها. طيب واللي متفق انا مش ضامن قوي المتاجر والهايبرات والسلاسل اللي دول لهم سياساتهم لكن انا ضامن الاهل رمضان والشغل بتاع الحكومه اللي انا متاكد انه هيبقى في وفره وفي رقابه كبيره على الاسعار اللي هتعرض بها المنتجات. تمام شرفتني ونورتني شكرا يا باشمهندس وكل التوفيق ان شاء الله في توفير كل احتياجات المواطن المصري.